الطاح دي اللي هو القص ده الرجاله يعني الحصويه ان تا محتاجه محتاجه كالسيوم. امبارح كان عندي مشكله فالاسترالي ده بص حجمه كبير، يعني انا حطيت لهم زغلول وهو عمر كان تحتهم زغلول واحد، كان تحتهم زغلول كده نص غطا عظيم. انا بجربه عشان ابدا ان انا وطبعا انا حابب الفرخ. يلا طب نكمل. انا دلوقتي بص والكبير انا شايله الذكر ده ابن الطير. لا خلينا بقى في الحاجات اللي هي لسه هتديك خيرها. انت خلاص خدت خيرك زواجل ومحتاج عيون ومحتاج مصاطب تانية. الطير باكستانية دي بس طبعا هرمي حصاها في البلكونة. ذكر براء ابو حمرا وعندي ذكر تاني جبت على بياض زيها. هنرجع لكم تاني يا رجالة عشان نمس عليكم. طبعا هو الزغلول صغير ومقفع. لا ودي حاجتكم يا رجاله وربنا والحمام اللي بيقوم على الحصى. اذنكم بعد اذنكم اخش مع بعض كده اهو. انا حمام كويس وبيزق بس هم طبعا انا ايه تمام يا رجاله مدبر كده. السلام عليكم بقى قبل ما نختم الفيديو. اول القصه ودخلت له الصغير راح زقينه. اول مره اطلع ما اكلفش الحمام في ونرجع نختم معاكم اليوميات وبنوريها لكم. كانت كوبي رايت عشان كده اتشالت. بصوا يا رجاله عاملين ايه؟ معاكم اخوكم عمرو اشرف من كراكو على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف. رجعنا لكم في فيديو جديد يا رجاله ويوم جديد يوميات في السلاكه. طبعا انا اسف على امبارح نزلت فيديو والفيديو اليوتيوب شاله ومعرفش ايه السبب. فانا قلت اعمل لكم سلسله كده كويسه هتبقى حلوه يعني وهيبقى فيها بردك معلومات مفيده ونقدر نفيد بيها الناس. طبعا انا طلعت يا رجاله لقيت المنظر ده كده. ده ثالث زغلول يموت. ثالث زغلول او رابع زغلول فحمي يموت او الزغلول ميت اهو يا رجاله زي ما انتم شايفين كده. معلش انا اسف على المنظر يا رجاله. الزغلول ميت تحت قص التحضير اللي هو القص ده. ده تاني زغلول يموت تحتيه. وطبعا هو القص حنين هو القص ده عطول يا رجاله. القص حنين مفيش اي مشكله من ناحيته بس هو البلقه عامه في مشكله معاها في الفرخ يعني ماليش حظ فيها معرفش ليه. دي اول مشكله قابلتني النهارده في السلاكه. اول حاجه زعلتني اهو الزغلول ميت. زغلول ابلق فحمي ميت. تعالوا اوريكم برضك هنا. هو انا عندي بيت زاجل بتاع مسافات بتاع سباق يعني مش حمام جمعيه حمام زاجل. والذكر اهو والطيره اهي. الطيره بص يا رجاله محصيه حصب رشت. يعني ايه حصب رشت عم عمرو؟ يعني الحصويه وقعت من بابها اتكسرت. حصب رشت يا رجاله يعني الحصويه ان تا محتاجه كالسيوم تمام. فالحصى بينزل ضعيف بينزل ممكن تكسره بصباعك كده. فالحصويه اتكسرت. الحصويه نزلت منها اتكسرت او تقريبا ان تا حصت الحصويه بره لان الحمام ده جديد فخايف راحت الحصويه اتكسرت. بس هي من الاساس انا عارف انا شفت الحصويه الاولى بتاعتها كانت محصيها برشت. هي هو مش خوف هو الحصى اصلا برشت حتى باين من قشره الحصويه باين من القشره. طب انت هتعمل ايه مع النتايه دي يا عم عمرو؟ هي النتايه اهي النتايه اللي جوه دي. طب انت يا عم عمرو هتعمل ايه مع النتايه؟ انا كده النتايه دي هشيلها هريحها هحطها في وسطة الطواير. هحطها في وسطة الطواير. طب تعالى كده مع بعض يا رجاله نطمن على الزغلولين دول. طبعا الحمام انا ما كلفش من امبارح. امبارح كان عندي مشكله فمعرفتش اطلع لهم. فالحمام بص مثلا المايه فاضيه والدنيا خربانه خالص معايا يعني يا رجاله. بصوا مثلا المايه فاضيه والزغلولين جوه بص هيموتوا من الجوع. وهنا نفس القصه يا رجاله. فخليكم معايا هكلف الزغاليل وارجع لكم تاني وهم بيكلفوا عشان بص الحمام كله جعان تمام يا رجاله. خليكم معايا وهنرجع تاني. رجعت لكم تاني يا رجاله. بصوا اللقطه اللي انا هعملها دي بقى يا رجاله عشان بردك ايه قلت اعملها لكم عملت تبقى قدامكم. طبعا انا حطيت الحمام الكلفه اهي بس في حاجه انا هعملها دلوقتي علشان هم هيروحوا يزقوا واحد والتاني مش هيزق قوي. فانا هعمل ايه؟ معلش ارجع عشان انا بصور نفسي فايه اعذروني. بص الزغلول وقع اهو فهنطلعه. تعالى يا عمنا كده. بص الزغلول ده صغير خالص يا رجاله. فانا هروح عامل لقطه كده. هو ده زغلول استرالي وزغلول زاجل جمعيه. فالاسترالي ده بص حجمه كبير بسم الله ما شاء الله. واروح واخده احطه هنا تمام واروح مديهم ده مدخلهم المقفع ده
تمام، ادخلهم المقفع الصغير ده يزقوه. هنا بقى بتفرق يا رجاله القصه اللي بنقول عليها، الحمام الحنين او الحمام اللي بيزقه كويس. بص ده حجمه قد ايه يا رجاله؟ بص ده حجمه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بس طبعا الحمام مش كالف، شارب ميه بس الحمام عايز يطلع. ده زغلول استرالي، تمام يا رجاله؟ قول بسم الله ما شاء الله. وده طبعا الزغلول المقفع اللي جوه الصغير ده اخوه، هو مش اخوه، انا زارعهولهم على فكره يا رجاله برضك، عشان ما اظلمش القص. ده الزغلول ده انا زرقته تحت القص. يعني ايه زرقته؟ يعني انا حطيت لهم زغلول، هو هم كان تحتهم زغلول واحد، كان تحتهم الزغلول ده بس، فانا زرقت لهم التاني عشان كان القص اللي كان تحت الزغلول ده كان ما بيزقوش، فانا عارف ان القص ده احنا اديته له، فعشان كده الاعمار السنيه بعيد عن بعض. بس هو برضك ايه، عشان ما الفرق ما يبعدوش قوي عن بعض، فبشيل ده ساعه الكلفه، بشيل ده ساعه الكلفه وبحط لهم الصغير يكلفوه الاول، وبعد كده ادخل التاني. تمام يا رجاله، خلينا نكمل بقيه موضوعنا. خليكم معايا يا رجاله، نشوف الطيره دي بس، عشان الطيره دي ايه، نشيلها السكرتير، نشيل الريشه اللي في عينيها دي عشان عينيها ملتهبه، ونرجع لكم تاني. خليكم معايا يا رجاله، رجعت لكم تاني يا رجاله. عايزكم برضك تشوفوا اللقطه دي. بصوا ده دي كلب 12، دي كلب 12. بص احط منه كده نص غطا اهو، نص غطا كده احطه في المسقه، احطه في المسقه، واحطه للحمام اللي تحتيه زغليل يشربوه مع الميه اهو. اهو يا رجاله خليكم معايا اهو، حطيت لهم المسقه اهي. ده حمام التحضين بتاعي، كنت برضك القص ده بجربه، الطريقه دي كنت لسه جايبها فبجربها واشوفها بتزق قبل ما احط تحتها حمام غزار، بجربها على حمامها هتزق. لا ده طبعا انا طبعا ما تعملوش اللي انا عامله ده، انا دول ما بفرخهمش، ده حمام تحضين. هم مطلعين حمامتين طبعا بزراميل كده، هو دي نتابه كاستنيه وده ذكر شعلباص، فمطلعين الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا دول حمامتين تحضين انا بجربهم عشان ابدا ان انا بعد كده احضن تحتيهم. تمام يا رجاله، يلا بقى نكلفهم، نحط لهم الكلفه بتاعتهم. الكلفه يا رجاله، طبعا لما يعني بتلاقي حمام كده تحتيه زغلولين ما تبخلش في الكلفه، يعني انت ما تبخلش في الكلفه عشان هم عايزين ياكلوا بردك ويشبعوا وفي نفس الوقت الزغاليل تاكل. خليكم معايا يا رجاله، الحمام بص ميت من جوه، الحمام ميت من جوه، الحمام ما اكلش من امبارح ودي اول مره اعملها، فطبعا بص انا طالع مخنوق والله العظيم. بس انا كنت عارف انه هيحصل دروبات، وكنت عارف انه هيحصل ان الزغلول ده يموت. انا كان قلبي حاسس من ساعه ما الزغلول ده طلع من الحصوايه، وطبعا انا حاسس بتاثير، يعني حاسس ان الزغلول ده مات بسبب انا، لان هو برضك يعني الزغلول بصوا يا رجاله ميت مش كالف، ميت مش كالف، غير التاني كانوا بيموتوا كالفين. ف ده الموت بتاع الزغلول يا رجاله، بالذات الحمام اللبلق ده يا رجاله، الحمام ده بيبقى صعب قوي في الفرخ، عشان الناس بس اللي بتتجه للحمام ده، الحمام ده يا رجاله والله بيبقى صعب في الفرخ. يلا طب نكمل. انا دلوقتي بص انا الاولويه يا رجاله بكلف الاول، الاولويه اللي تحتهم زغاليل. اهي هو الحمام اهو، هنمسح يا رجاله وننضف المسه ونرجع لكم تاني. بص يا رجاله رجعنا لكم تاني اهو. بص القص الزغلول الصغير اللي انا سبت لهم بيزقوه اهو، بيزقوه تمام، وشايل الكبير اهو، والكبير انا شايله اهو، والكبير انا شايله اهو. بص هم جوه من القص اهو بيزقوه، اخليهم يكلفوه ويظبطوه، يدلوه زقه حلوه، وادخل لهم الزغلول التاني. بس هي ايه، حاجه كده يا رجاله اهو، القص اهو اهو. انا برضك هروح ازود لهم كلفه، هروح ازود الحمام طبعا يا رجاله. زي ما انتم شايفين كده الدنيا عندي والله العظيم متبهدله خالص. هنا برضك القص ده النتايه دي اول مره تعملها، حصه حصويه واحده
تمام، ترى السبربيه دي وهنا ذكر استرالي كده ابيض بسحنه تمام حجري. هو هوريكم عندي بنتهم، هوريكم بنتهم مشببها انا بره، طلعت تيره فسبتها لان الواحد بيبقى عنده عجز دايما في الطواير، والاستراليات دول انا بستخدمهم في التحضين بيبقوا كويسين بردك. الاصل الاستراليات دول، الاصل الاستراليات دول رجاله، الذكر ده ابن التيره دي، والاب او ابوه مشيته يعني، عشان الابن طبعا ايه كان لسه انا مشببه وطالع لسه ايه يعني يا دوبك فرد الحيوان طلع، التقليب بتاعه مستواه اقوى من ابوه، في نفس الوقت برضك ان هو شاب لسه هيديني مستقبل ابوه كبير. فايه الواحد بيقول ايه لا خلينا بقى في الحاجات اللي هي لسه هتديك خير، انت خلاص خدت خيرك من التاني، والتاني برضك لسه شغاله رجاله ما فيهوش اي مشكله، بس الواحد بي ايه خلاص بقى بيشتغل بقى بالصغير بقى، طالما هو عايز ميزه معينه او نمره معينه مش موجوده في الاب وجت في الابن، فبسيب الابن وامشي الاب. وطبعا الاب انا ما مشيتوش لحد غريب، انا مديله واحد صاحبي. وانا برضك دول قصي زواجل، زواجل وحط على زواجل 100 خط رجاله مش جمعيات، زواجل ابنهم الاشاعي ده اللي بيكلفوه ده ابنهم، اهو ابنهم الاشاعي ده. ودي طبعا الطواير اللي انا مكشفها بتاعتنا، بس انا بحط دايما الطواير بحط الغزار بحطها في باب واحد، ما بحطهاش في مصاطب، لان انا حاليا كمان ما عنديش مصاطب لسه، المكان ده اصلا ما بقاليش فتره فيه كبيره، فلسه برضك المكان محتاج تهيئه ومحتاج عيون ومحتاج مصاطب ثانيه. دي تيره برضك احنا شغالين بيها سكرتايه، فلقيت برضك التيره دي لقيت عينيها ملتهبه داخل فيها نواعم، ودي تيره فحميه برضك برضك شغالين بيها، اللي زغلولها مات، التيره دي رجاله اللي زغلولها مات، اللي ده زغلولها. تمام يا رجاله، وتقريبا التيره دي هتحصي التيره باكستانيه دي، بس انا طبعا هرمي حصاها لان هم زي ما انتم شايفين انا كنت بعمل تيست بس عليها هي والذكر في الزق، بشوف زقهم عامل ازاي، زقهم كويس بسيبهم، مش كويس بطلعهم بره السلاكه، لان انا اصلا ناوي بردك ان انا ايه يبقى في بردك حمام شامي نفرخه مش كله غزار، احنا بنحب الحمام كله، فالباكستانيه دي اللي عنده ذكرين ليها، عنده ذكر برقبه حمراء محطوط بره في البلكونه، ذكر برقبه حمراء، وعندي ذكر تاني جت على بياض زيها، فانا كده كده هشيلها من على الذكر ده، ولو حصت الحصويتين هرميهم يعني، مش هخليهم يعرقوا عشان حرام، والزغلولين دول بردك ايه ممكن بكره ولا حاجه نفطمهم، لان هم خلاص بداوا يدقوا في الطاجن اهم مع الاهالي، فهنفطمهم هو والزغلول اللي تحت ده الوشائي الزاجل. هنرجع لكم تاني يا رجاله عشان نمس عليكم، خليكم معانا. رجع لكم تاني يا رجاله، بص اهو الزغلول الصغير اللي انا حطيته في الاول كلفوه اهو، يا رب يكون واضح كده، افتح لكم الاضاءه اهو، اهو يا رجاله اهو كلف اهو، اهو كلفوه اهو كلفوه. طبعا هو الزغلول صغير ومقفع كده، لان هو اصلا الزغلول ده مش ابنهم يعني، العمر غير العمر، هو اتزرق في وقت غير مناسب، بس ايه ما كانش فيه يعني ما فيش باليد حيله يعني، ما كانش فيه باليد حيله، والذكر بيزق التاني اهو، ولسه مدخله له بيزقه اهو. بسم الله ما شاء الله رجاله، ربنا يا رب يبارك للناس كلها، ودي حاجتكم يا رجاله، وربنا يا رب يبارك للناس كلها. انا قلت كده ان انا اعمل لكم كده ايه يوميات غاوي كده، يوميات غاوي، نعمل سلسله كده نسميها يوميات غاوي، يوميات غاوي في السلكه تمام، وبرضك التربات والحاجات اللي احنا بنعملها، ونقل الزغاليل والحصى اللي بيتكبس والكلام ده، والطوائر اللي عينيها بتوجعها، والطوائر اللي بتكسح، والطوائر اللي محتاجه فيتامينات، والحمام اللي بيقوم على الحصى، كل المشاكل دي طبعا بتقابل اي غاوي، بتقابل اي غاوي، بس الواحد ايه ما بيحبش يبخل على حد بحاجه. انا خلصت كلفه للمجموعه اللي هنا، المجموعه اللي هنا خلاص خلصت كلفه ليها، وخلصت الجنب بتاع الغزار برضك خلص،
تمام. طبعا الدنيا عندي بهدله شويه رجاله في المكان، لان انا لسه بعيد تهيئ المكان، يعني انا لسه بعيد تهيئ المكان، المكان لسه في مصاطب هتيجي ولسه في سلكات هتتحط مع مكان سلكات فبس انا برضك قلت ما بخلش عليكم، مش مشكله، اصل احنا مش هنطلع يعني بدله وجرافطه، احنا مفتوح حمام، فعادي لو في شويه بهدله فيعني ايه، معلش انا اسف، بس انا ايه قلت برضك لما شفت المشكله دي قلت اعرضها لاخواتي عشان يستفادوا. هستأذنكم بعد اذنكم اخش مع وعدي كده اهو، اخش جوه اكل في المجموعه اللي في البلكونه ونرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني رجاله، طبعا خلاص انا كلفت اهو الحمام اللي جوه في البلكونه كله اتكلف اهو زي ما انتم شايفين، الحمام كله اتكلف، طبعا الحمام كله لسه رامي حصى، ده حمام لسه ملقيه، حمام بردك اللي انا ده الحمام اللي انا جبته رجاله، حمام التحضين طبعا انا بجربه بشوفه بيزق ازاي، طبعا انا عارف كده كده ان هم حمام كويس وبيزق، بس هم طبعا انا ايه بفرخهم، يعني انا كده كده اصلا مكشف للحمام الغزار بتاعي، فانا دلوقتي مكشف لكل الغزار مش لاقي اي قص غزار، فبردك الواحد ايه بيروح مشغل دماغه ويروح بردك ايه بيلقي الحمام التحضين ياخد منه وش، وطبعا مش اي تحضين يا رجاله، احنا مش جايبين بردك يعني ايه بالصلاه على النبي وربنا يدي الناس كلها، مش جايبين دول زواجل مش جمعيات، تمام. وده بردك قص كريزليات، تمام يا رجاله، وده عبسي بس الطيره بتاعته مش ملقاها له انا، ودول قص شربزات بيت لعيبه بيلعبوا، هنا بردك زواجل اهم قص زاجل، دي طواير انا مكشف لها بردك لسه ما مش هلاقيها، وده الذكر اللي انا قلت لكم عليه جبت على ابيض الباكستاني، وده ذكر برقبه حمراء باكستاني برضه مدبر كده، وبرضك في هنا ايه مجموعه جوه هنا برضك على برضك نفرقوا عليها، ده برضك ذكر ابن باكستانيات نتايه زاجل بيور، وده الزغلول ابن القصر اللي انا وريته لكم اللي الطيره بتاعته رمت حصويه واحده اهو، دي طالعه طيره طالعه طيره لسه زغلول صغيره ما فكتش ولا ريشه. يلا نمس عليكم بقى قبل ما نختم الفيديو. معلش بقى يا رجاله قلت قبل بردك اما ايه عشان الزغلول ده بردان، قلت قبل ما ايه اقفل الفيديو ومس عليكم. بصوا يا رجاله اهو الزغلولين اهم، اهو الزغلول الصغير اتزق اهو، هما دلوقتي بياخدوا خشن والتاني اتزق اهو، بسم الله ما شاء الله. هنديهم بس وش ميه كده قدامكم، هنشربهم ميه عشان الاكل طبعا ما يكبس عليهم، لان هم بيتزقوا خشن دلوقتي، تمام. اهو القصة ودخلت له الصغير راحوا زقينه ودخلت لهم الكبير راحوا زقينه بالصلاة على النبي، وده الزغلول الفحمي اللي مات، الزغلول الرابع على التوالي او التالت على التوالي يموت مني، بس الزغلول ده يا رجاله برضك باكد على الكلام، الزغلول ده يا رجاله انا حاسس بالذنب من ناحيته، يعني الثلاثه اللي ماتوا قبليه الثلاثه اللي ماتوا قبليه دول مش بذنب انا، بس ده انا حاسس بالذنب من ناحيته، لان انا اول مره اطلع ما اكلفش الحمام في 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 ميعاده، فطلعت النهارده لقيت الزغلول ميت، يعني انا خليت الحمام ما كلفتهوش يوم الزغلول مات، فهو الغزار كده بيتلكك يا رجاله، طبعا دي غلطتي انا وعادي، مع يعني كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم من غلطنا، فانا قلت بردك اعرفكم الغلط اللي انا غلطته عشان ما حدش يعمله، عشان ما حدش يعمله. يلا رجاله بس هدخل بقى بس الحمامتين دول عشان بردانين، ونرجع نختم معاكم اليوميات اللي انا عملتها لكم اللي هي دي تعتبر اول حلقه منها. رجعت لكم تاني يا رجاله. طيب ده كان النهارده، ده كان موضوعنا النهارده يا رجاله. طبعا انتوا شفتوا شويه المشاكل اللي كانت حاصله في السلاكه عندي، عملت لكم حاجه جديده اهي وسلسله جديده هنبدا ان شاء الله نشتغل عليها، والمشاكل اللي بتقع قدامنا حقيقيه مش مصطنعه، بنقولها وبنوريها لكم. طيب بحب قبل اي كلام يا رجاله بشكر كل الناس اللي بتكتب لنا كلمه حلوه في حقنا، كلكم يا رجاله فوق دماغي، كل المحافظات كل الدول كلكم فوق دماغي يا رجاله. والله العظيم انا ببقى مبسوط جدا لما بلاقي كومنت ايجابي محترم بيشجعني ان انا اكمل واعمل فيديوهات لكم افضل ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده،
وبتأسف على الفيديو اللي اتمسح، انا مش عارف هو اتمسح ليه يا رجاله، بس هو ممكن يكون كان في كوبي رايت ولا حاجه، كان في مزيكا او في حاجه باك جراوند كنت حاططها ممكن تكون كانت كوبي رايت، فعشان كده اتشالت الفيديو. بس انا قلت اعمل لكم سلسله كويسه، ودي اول حلقه منها، هنسميها سلسله هنسميها يوميات غاوي جوه السلاكه، يوميات غاوي جوه السلاكه بامر الله. واي موضوع او اي حاجه هتحصل اصورها لكم لايف اكنكم كنتوا معايا بالظبط. تحياتي لكم يا رجاله وتحياتي لكل راجل جدع. كان معاك اخوكم عمرو اشرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.